السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نبدأ على بركة الله شرح جديد على قناتنا يونسك برو. شرح اليوم سيكون حول موقع جديد يعمل بطريقة البي تو بي وتربح منه الروبل بمبالغ وكمية رهيبة جدا من عملة الروبل الروسي. ما عليك إلا تطبيق الشرح يعني بالتفصيل وستربح عملة الروبل الروسية يعني كمية كبيرة جدا من عملة الروبل الروسية ستربحها إن شاء الله من هذا الموقع الرائع جدا الذي يعمل بنظام البي تو بي، يعني تقوم بترويج لرابطك وتقوم بالحصول على أرباح، يعني تروج لرابط يعطونه لك في الموقع وتحصل على الأرباح. وأيضا يعملون بنظام الإعلانات كأدسنس والعديد من الشركات وأدسترا وكل الشركات التي تعمل بإعلانات تقوم يعطونك إعلانات تقوم بإضافتها على بلوجر الخاص بك أو على ووردبريس الخاص بك وتربح من النقارات، يعني عصفورين بحجر واحد. إذن شركة اليوم وهي اسمها نيون دوت توداي، موقع جميل جدا منذ سنة 2019 وهو يعمل. إثبتت السحب هاي كما ترى، إثبتت السحب الأعضاء 100 روبل، 148 روبل، 121 روبل، لاحظوا. ويوم 3/1 يعني اليوم إثبتت السحب اليوم، 2/1 البارحة، هنا سحبين بتاريخ اليوم كما ترى، والبارحة كانت سحوبات كما ترى، ويوم 1/1/2022 كانت سحوبات أيضا. يعني السحوبات يوميا على هذا الموقع، يوميا يسحبون لديهم الفيزا والسحب على الباير والسحب على الأوكي باي ويب ماني أي طريقة تريد، يعني هناك السحوب كيوي باي، يعني السحوبات على أي طريقة تريد. إذا كما ترى هذه الصفحة الرئيسية، طريقة التسجيل في رسالة تضغط على ساين أب من هنا ثم يحولك إلى صفحة الساين أب لتقوم بإضافة البيانات الخاصة بك. إذا ننتظر ريتم التحول معنا الصفحة. إذا هذه هي صفحة التسجيل الدخول. إذا هنا نضغط على ساين أب هنا تحت ساين أب، ثم هنا تكتب الإيميل الخاص بك، تكتب كلمة السر، تدخل هذه الكابتشا التي تعيدها 874، تضغط I accept ثم sign up. أعيد تدخل الإيميل، طريقة التسجيل سهلة جدا، أسهل ما يكون. تضغط على الإيميل ثم الباسورد ثم 874، تعيد هذه الكابتشا التي أعطونك، ثم هنا تكون غير معلمة تعلم على هذه الخانة ثم sign up. هذه طريقة التسجيل. ولمن لديه حساب في كونتاكت فيسبوك الروسي ها هو، ولمن لديه حساب على ياندكس ها هو، يمكنك التسجيل بهما. اذا كما ترون طريقة سهلة جدا للتسجيل، الايميل، كلمة السر، تعيد هذه الكابتشا 874، تعلم على هذه الخانة ثم ساين اب كي لا يقول لي اي احد اني لا اعرف التسجيل في الموقع. وسأضع لكم الرابط في الوصف للتسجيل في هذا الموقع لانه هو الشرح هنا. نضغط على ساين ان، ثم سأسجل الدخول إلى حسابي وسأعود إليكم بعد قليل. إذن هنا بعد إدخال الإيميل وكلمة السر وإعادة الكابتشا 54 كما ترونها، سأخفي الإيميل والباسورد لأنها معلومات شخصية، سأضغط على ساين إن وسيدخل بي إلى حسابي الخاص على موقع نيون دوت توداي. الآن سيقوم بالدخول. إذن هنا بعد أن سجلت الدخول لحسابي على موقع نيون دوت توداي، بعد أن سجلت الدخول على حسابي في موقع نيون دوت توداي كما ترون، سنقوم الآن بإظهار لكم بي تو بي الخاص بي. هذا هو رابط البي تو بي الخاص بي، أجلبت له 141 زيارة وأتتني بواحد روبل فاصل 44 لحد الساعة، لحد الساعة ربحت 1 روبل و44. الأرباح الإجمالية هي 39
روبل كما ترون يثبت السحب فهو موجود لدي منذ مدة. نضغط على ريكويست باي اوت لنرى اثبات السحب، يعني كل شيء واضح. ورابط الريفيرال ها هو، وقد قمت بهذا الموقع بشرحه سابقا وجلبت 15 ريفيرال، وهم ايضا عملوا على الموقع وربحوا ارباح جيدة. اذا هذه هي صفحة البي اوت كما ترونها، 39 روبل فاصل 80. هنا لدي في الاماونت مينيموم اماونت اوف باي اوت كما ترونها فوق، فهي 100 روبل. ها هي فوق، قد سحبت هنا مسبقا 16.47 روبل من هنا كما ترونها، سحبتها مسبقا من هذا الموقع على البي الخاص بي في 2020 15/7/2020. سأخفي رابط المحفظة الباير الخاصة بي. سابقا كانت يعني حد الأدنى للسحب هو 10 روبل، الآن أصبح 100 روبل كما ترى، وأنا سحبت يعني سنة 2020 سحبت 16.47، أن السحب الآن يحل 100 روبل كما ترون. طريقة العمل في الموقع، نضغط على الداشبورد، نضغط على الداشبورد وسنتوجه إلى الواجهة الرئيسية. الواجهة الرئيسية ماذا بها؟ بها الكريديت. هاته يمكنك أيضا عمل بروموت للينكات الخاصة بك، يعني عندما تقوم بإرسال زيارات إلى رابط البي تو بي فتربح الروبل وتربح أيضا الكريديت، يعني ربحين في نفس الوقت. هنا رابط الريفيرال، إذا أردت الترويج له سأضع لك في الوصف رابط ريفيرال خاص بهذا. أنت عندما تسجل سيعطيك رابط ريفيرال خاص بك روج له، هذا خاص بي إذا أردت التسجيل عن طريقي. وأشكرك جزيل الشكر. إذن هنا هذا هو الرابط، تروج له. تروج له أين؟ أين سأروج لهذا الرابط؟ هذا هو السؤال المطروح. لقد شرحته مسبقا في القناة العديد والعديد من المواقع، هنا شرحتها للترافيك، جلب الزوار، زيادة زوار موقعك، أرسل 1000 إيميل، استراتيجية الربح، زيارة زوار فريدين، يعني شرحت العديد من المواقع. زيادة زوار موقعك هنا، زيادة زوار موقعك، زيادة زوار موقعك، شرحت عديد، تجدها في القناة. وهذه هي المواقع التي كنت أشرحها، مثلا هيت تو هيت، هذا الموقع رهيب جدا في الزيارات. هذا الموقع هيت فور هيت، هذا الموقع ترافيك شي شرحته أيضا. ها هو إيزي هيت فور يو شرحته أيضا، رائع جدا. ناين هيت شرحته أيضا، موقع جميل جدا للزيارة. ريد سيرف أعمل عليه كما ترى، 27,000 كريديت. هذا الموقع أوبي ساشر الألماني شرحته مسبقا. موقع تيزر الأمريكي شرحته أيضا. موقع هيركوليس يعني قتلته بالشرح هذا الموقع للإيميلات. موقع ترافيك بونس سنقوم بإعادة تحميل الصفحة. أي ستظهر الآن، من ستدير هذه الصفحة هي ترافيك بونس، جيت ترافيك جيت ريزلت كما ترى، يرسل لك الإيميلات شرحته مسبقا، والعديد العديد من المواقع الأخرى. المهم كيف سأروج لهذا الرابط؟ عن طريق هذه مواقع كولو التي شرحته لك. كل هذه المواقع تدخل إليها تسجل وتروج لروابطك الخاص، وتسجل وتعمل في المواقع كالعادة، سهلة جدا. لكن هذه المواقع لن تقبل منك هذا الرابط مباشرة، ماذا ستفعل له؟ الطريقة سهلة جدا، سنذهب إلى بلوجر ونقوم بإنشاء حساب بلوجر جديد. الطريقة سهلة جدا لإنشاء بلوجر، ثم تذهب إلى تيم هنا تحت في بلوجر الخاص بك، ثم يحولك إلى هذه الصفحة كما ترى. هذه الصفحة ماذا تقوم أنت؟ تقوم بتحويل هذه ماي تيم إلى كلاسيك، تقوم بتحويل إلى كلاسيك تيم. إذن أعزائي إخواني الكرام، عن قطع الفيديو كما ترون، هنا كما ترون إخواني الأفاضل، الإنترنت لدي ضعيف. نضغط هنا على هذا السهم، وهنا ستجد سويتش تو سيجن جنريشن لايت، أنت لن تجد هذه،
أنت ستجد switch to classic. الآن أنا على classic كما ترون هاي my team classic. الآن على classic. أنت هنا ستجد switch to classic. تضغط عليها وتتحول هنا معك إلى classic meetly. هكذا ثم تضغط على edit html هنا. يعني هذا الزر تضغط هنا وتضغط على switch to classic. ثم تتحول معك هذه إلى classic. ثم تضغط على edit html. سنتظر. أعتذر منكم إخواني على ضعف الإنترنت، لهذا لن أطيل عليكم في الوقت. سأقوم بعمل بوز وأعود إليكم. إذن هنا إخواني الكرام كما ترون هذا هو الكود الذي سأرفقه لكم في الوصف، ملف تحملناه في الوصف. ماذا ستغير أنت في هذا الكود؟ هذا الكود ستقوم بعمل كوبي وباست له في هذا المكان إيديت HTML، ثم تأتي إلى الداشبورد الخاصة بك وتأتي إلى هذا الرقم، تأتي إلى هذا الرقم 43103. أنت ستجد رقم آخر، هذا الرقم بالنسبة لي أنا، هذا الرقم بالنسبة لي أنا. أنت ستجد رقم آخر، تقوم بعمل هكذا نسخ له نفس الطريقة أو نسخ الرابط كاملا لا مشكلة. المهم أن سأنسخ مثلا هذا الرقم مثلا لوحده أو ننسخ الرابط كاملا لا مشكلة هكذا. ثم نذهب إلى هذا الموقع بلوجر ثم بعد ذلك نقوم بحذف هذا الكود، ها هو نقوم بحذفه وتضيف رابطك هكذا، ولنفرض هذا هو رابطك، وتضغط على سيف من هنا وتنتظر بروسيسين. ثم سيقول لك سيفد ابديت سكسسفل. الان اصبحت المدونة برابط روداركس يقوم بتحويلك، لهذا سيقبل معك في كل هذه المواقع، في هيت فور هيت، في هيت تو هيت، هيت فور هيت، في ترافيك جي، سيقبل معك في كل هذه المواقع سيقبل معك. لماذا؟ لانه رابط مدونة وليس رابط بي تو بي، سيقبل معك. فهمتم اخواني الكرام؟ اذا هذه هي الطريقة. ثم تقوم بالخروج بعد ان حفظنا كل هذه الاعدادات بالضغط على الزر سيف وعمل ابديت سكسسفل، نقوم بالرجوع الى الصفحة، هذه الصفحة، ثم نضغط على رابط المدونة من هنا. لاحظوا معي، ها هو رابط المدونة في الاول، لاحظوا سيتحول اوتوماتيكيا، سيتحول الى رابط بي تو بي. لاحظ. إذن عدنا إليكم، لدي إنترنت ضعيف، إذن نضغط على فيو بلوج هكذا يتحول معنا إلى رابط المدونة هنا فوق. لاحظوا بعد رابط المدونة سيتحول إلى موقع آخر، لاحظوا ها هو تحول إلى موقع آخر، لاحظوا اسم الموقع. نغلق ثم نعيد الكرة مرة أخرى. لاحظ ها هو رابط المدونة سيتحول معنا إلى رابط آخر، رابط إعلان لموقع ما. لاحظوا ها هو موقع آخر اسمه ايزيد لينكس. ثم نغلق، ثم لاحظوا معي نفتح مرة أخرى، وهكذا يفتح معك العديد من الروابط هكذا. لاحظوا سيتغير رابط المدونة لرابط موقع آخر. ننتظر فقط لأن لدي الإنترنت ضعيف، لهذا لا يتحول من الروابط بسرعة. ها هو رابط ازيد لينكس، رابط اخر. ثم نرجع الى موقع، هذا هو الموقع البي تو بي الذي تكلمنا عنه، نيون دوت توداي، والذي نتكلم عنه الان. طريقة اضافة الاعلانات الى موقعك، فكما ترون هنا يور اد يونيت، ها هي. سنقوم بعمل فيو ال لمشاهدة الاعلانات كاملة. اذا كما ترون تضغط من هنا على كونتكست بانر اد، من هنا تضغط على هنا، ثم تضغط على Add Unit. كما ترون هذا موقعي، موقعي الخاص، مدونتي. لاحظوا فإن به إعلانات، به إعلان هنا، به إعلان هنا، إعلان. أتتني مشاهدات كما ترى، أو كليكات، أربع كليكات هنا، ثلاث كليكات، ثلاث كليكات، اثنين كليكات على الإعلانات مثلا. هنا شوز يعني إظهار، ولكن أيضا تعتبر على شكل كليكات لأنها تعطيك هنا كم ربحت من هذه الإعلانات. طريقة إضافة الإعلان فهي سهلة جدا، تضغط على Add Unit ثم هنا تضيف رابط موقعك
على بلوجر، ثم هنا تضيف تختار الإعلان الذي تريد 468x60، 200x300، 200x200، 728x90، 320x50، أو هنا أدابتيف. تختار أنت هاتي أدابتيف هذه الأخيرة، ثم تضيف رابط موقعك هنا، ثم تذهب إلى بلوجر الخاص بك. من هنا مثلا هذا هو رابط مدونتي الخاص. تذهب إلى لاي أوت هنا تحت، أنا قد وجدتها مسبقا لأن الإنترنت ضعيف كي لا أطلع عليكم. ثم تأتي إلى مثلا هنا إعلان أسفل القائمة العلوية المكان الذي فارغ لديك، ثم تقوم بعمل باست للإعلان. ها هو كما ترون الإعلان لدي مسبقا هنا، كل إعلان كما ترون. من أين أتيت بكل إعلان؟ سأريكم طريقة سهلة ليست صعبة. من هنا من RDRA عندما أكتب رابط موقعي هنا فإنني أحصل على الكود، أحصل على هذا الكود. سنذهب إلى Context Banner Ad وسأريكم الكود. مثلا هنا نضغط على أنفو، ها هو الكود كما ترون. أضفت لهم رابط موقعي سابقا وأضفت لهم كل شيء وأعطوني هذا الكود كما ترون. أضغط هكذا كوبي، ثم أرجع إلى رابط المدونة وأضغط على إعلان أسفل القائمة العلوية، ثم آتي إلى هذا المكان وأقوم بلصقه هكذا، بلصقه باست، ويظهر معك هذا الكود هنا. ثم تضغط على سيف هكذا، ثم سيف من هنا. طريقة سهلة جدا وليست صعبة كما ترون إخواني الأفاضل، طريقة سهلة جدا للعمل. ثم نرجع، وتقريبا كان هذا كله شرح للربح عن طريق هذا الموقع نيون ألس، يعني طريقة الربح عن طريقه. هنا كما ترون مارك بروفانت كانت موقعه والإعلانات عليه ظاهرة. هنا كما ترون رابط البي تو بي، فأنا أستعمل كل تلك المواقع التي ذكرت لك. حصلت الآن على 144، وبعض المواقع لم أشتغل عليها لهذا الترافيك هنا قليل. مثلا أستعمل ناين هيتس كثيرا لأنها لديهم ترافيك كثير جدا. أستعمل موقع ويب سانديك لأن لديهم ترافيك كثير جدا. وهذا كله موقع ريتسيرف أيضا أستعمله، موقع جميل جدا للإشارة، موقع جميل جدا. وكان هذا كل شيء حول هذا الموقع الجميل، موقع نيون دوت توداي الجميل جدا للربح من الروبل لهذا الموقع الجميل جدا. اذا هذا كل شيء اخواني الكرام حول موقع نيون دوت توداي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتحياتي لكم جميعا إخواني الكرام، كان معكم يونسات برو. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله مع موقع جديد، وأيضا سأقوم بإثبات السحب لهذا الموقع عند الوصول إلى 100 روبل. سأقوم بإثبات السحب أمام عيونكم لتكون هناك مصداقية في كل الشروحات. وتحياتي لكم جميعا إخواني الأفاضل، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.